احنا جميعا. ثالث حاجة ان الروايات الاولى تركزت في البيئة الفرعونية لمصر القديمة، ولكن من هذه البيئة كانت هناك لفتات الى مجتمعنا المعاصر. كما اسهم في تطوير اللغة الادبية في الاوساط الثقافية من خلال رواياته التي صورت القاهرة المعاصرة. هذه الروايات اللي اللجنة اعتمدت عليها لمنح جائزة نوبل هي زقاق المدق، الثلاثية، أولاد حارتنا، وسلسلة فوق النيل. وإن حاجة يعني الحاجة الختام اللي قالوا عليها، قالوا إن نجيب محفوظ جعل الرواية سجلا اجتماعيا لمصر. بعد ما حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب، انتشرت في العالم العربي وفي مصر خاصة مقولة، يعني انتشرت مقولتان. في ناس قالوا إن سبب حصوله على نوبل هي رواية أولاد حارتنا، لأن هو خرج عن المسلمات وإن هو تجرأ وكتب رواية هي رواية أولاد حارتنا، جعل فيها الذات الإلهية شخصية روائية، وتحدث عن الأنبياء بصفتهم أولاد الله أو أولاد الجبلاوي، لأن هو سمى الذات الإلهية الجبلاوي. والمقولة دي غير صحيحة 1000%. ليه بقى؟ لأن أعضاء لجنة التي تمنح جائزة نوبل للآداب فيها 2 يهود إسرائيليين. المقولة الثانية بتقول إن هم منحوه نوبل لأنه كان مؤيد لاتفاقية كامب ديفيد، وكان مؤيد للسلام مع إسرائيل وللتطبع مع إسرائيل. وبرضو المقولة دي غير صحيحة 1000%، لأن زي ما قلت أعضاء اللجنة فيها 2 إسرائيليين، ولو كانوا منحوه الجائزة لأنه عمل التطبيع أو أيد كامب ديفيد أو أيد سياسة التطبيع مع إسرائيل، ما كانوش هما الاثنين هما اللي عرضوا منحوا الجائزة سنة 87 وسنة 86. لأن الأكاديمية السويدية قررت في بداية الثمانينيات إن هي تمنح جائزة نوبل لأديب عربي. فطبعا الترشيح لجائزة نوبل للأدب لا يتم عن طريق الحكومات ولا على الدول، يتم عن طريق أساتذة جامعات، هيئات ثقافية. اللجنة دي موجودة في ستوكهولم في السويد. هيسألوا مين عن أديب عربي علشان يمنحوه جائزة نوبل؟ سألوا قسم اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ستوكهولم بالسويد. كان رئيس هذا القسم أستاذ مصري اسمه عطية عامر. الدكتور عطية عامر كان أستاذ لغة عربية وأدب حديث، وطلبوا منه ان هو يعمل لهم ملخص لبعض روايات نجيب محفوظ باللغه السويديه. الكلام ده كان 1986.